أهلا بكم في أخبار المساء. أعلنت شركة نماء للتزويد عن اعتماد القيمة الخاصة بنظام التعرفة المنعكسة عن التكلفة لعام 2024، ويبدأ تطبيقها من شهر يناير 2024، وتشمل هذه التعرفة كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية والسياحية. ذكرت دائرة خدمات بنوك الدم إنه على الرغم من زيادة عدد المتبرعين بالدم في كل عام، إلا أن الملاحظ استمرار انخفاض مخزون فصائل الدم في معظم الأوقات، حيث يزيد الطلب بنسبة تصل إلى 12% سنوياً. سيكون مجمع عمان الثقافي إنجازاً حضارياً إضافياً وصرحاً مؤسسياً كبيراً لعمان الحديثة، وتتمثل أهداف المجمع في النهوض بالعمل الثقافي والأدبي والمسرحي والبحثي، وتعزيز الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية وتطوير مجالات العمل الثقافي، وسيسهم في تعزيز الأنشطة والفعاليات والبرامج وتطوير مجالات العمل وحفظ الذاكرة الوطنية لتاريخ وإنجازات سلطنة عمان الثقافية.